رفضا للانتخابات الرئاسية التي وصفوها بالمسرحية الهزلية، تظاهر اللاجئون السوريون في عكار حاملين أعلام الثورة السورية على الرغم من حملة الترهيب التي يتعرضون لها، واستنكارا للمشهد الذي كان الوضع عليه في السفارة السورية يوم الانتخابات. الاعتصام اليوم هو ردا على ما كان في بيروت من تجميع لبعض الشخصيات على أنهم مؤيدون للأسد وعلى أنهم ينتخبون، وهذا في النهاية يزرع بذور الفتنة ما بين البيئة الحاضنة وهم أهل لبنان الشرفاء الذين احتضنوا السوريين منذ بداية الثورة. بس مثل ما أننا شايفين هي مظاهرة شعبية عفوية بتوصل رسالة للجميع، لبشار المجرم شوف شو سويت بشعبك اللي كنت عم تراهن عليهم، رسالة للهزليين للي انتخبوا ببيروت، شوفوا اللاجئين الحقيقيين، نحن بنعرف مين هدوكي، مين هن السوريين واللبنانيين اللي صاروا السوريين. وأكد اللاجئون أنهم لن يتأثروا تحت أي تهديدات أو ضغوطات، بل سيبقون على مواقفهم بأن هذه الانتخابات غير شرعية ولن يشاركوا بهذه المسرحية. كذلك شكروا للشعب اللبناني مواقفه الداعمة لهم.